الحقيقة أنا شايف إن البطولة كان مهم جدا يتغير ميعادها، لأن كان ميعادها في شهر يناير كان بيسبب مشكلة كبيرة عند اللعيبة المحترفين وعند الأندية الأوروبية. بطولة بتتلعب زي كل البطولات العالمية، زي كوبا أمريكا، زي كأس العالم، زي اليورو، يوروب، يعني كله بيلعب دايما في شهر 6 وشهر 7 بعد انتهاء الموسم. يعني كان شيء غريب إن هي تتلعب شهر 1 وشهر 2، وده كان انا واحد من اللعيبه اللي كان عندي مشكله كبيره وقت ما احترفت في اوروبا ان انا اكون موجود مع المنتخب دايما في الوقت ده. فانا شايف ان وقتها ده مناسب في الصيف، طبعا هيكون فيها صعوبه شويه في البطوله في البلاد الافريقيه زي الكاميرون زي غيرها، انما في بلاد افريقيه بتبقى الجو فيها كويس في الوقت ده. فانا شايف ان البطوله وبعدين زياده عدد المنتخبات كمان بيدي فرصه لمنتخبات تانية ان هي تبقى موجودة في البطولة، بتبقى اطول، بتبقى احسن، الجماهير بتستمتع بيها. فانا شايف ان البطولة افضل بكتير ان هي تكون في الوقت ده. الحمد لله ان احنا مستعدين وعندنا الرغبة كلنا، يعني بداية من اصغر واحد في الشعب المصري لاكبر واحد في الشعب المصري، وفي نفس الوقت عندنا دايما بنكون يعني عايز اقول لك ان ده احساسنا حتى في بيوتنا، يعني ان لو عندنا ضيوف او عندنا ضيف بيدينا دوافع دايما ان احنا نكون موجودين، نظهر باحسن حاجه، اكتر حاجه عندنا نقدمها له، يعني ده عادتنا، يعني وعاده كل العرب الحقيقه مش بس المصري. يعني لان انا دايما ببقى مبسوط وببقى فخور باحاسيسنا العربيه، يعني وده مش في مصر بس، لو حصل الكلام ده يحصل في المغرب، وانا متاكد ان كل المغاربه هيستضيفونا بكل ترحاب. يعني والترحاب عمره ما كان بالزياده قد ما هو بكل ان انا بدي اكتر حاجه عندي. يعني فانا شايف ان احنا كان عندنا رغبه في كده، فده اللي ساعدنا ان احنا، وزائد ان احنا عندنا الحمد لله بنيه تحتيه كويسه اكيد، يعني على قد ما نقدر، وطبعا يعني الكل يسامحنا لو في تقصير. يعني محمد صلاح يستحق الشعبيه لان هو انسان ابتدى زي كل واحد مصري بينجح في مجاله، ابتدى من اول السلم يعني، وفضل يطلع مقدر قوي احساس المصريين بيه، مقدر جدا فخرنا بيه زي ما كنا فخورين قبل كده بابو تريكا وكتير من اللعيبه وحسام حسن وغيره. وده دايما الحقيقه بنكون مبسوطين ان احنا بكل فتره يكون عندنا نجم، والنجم ده مش بس يكون ملك لينا احنا او ملك المصري. زي انا شايف ان دايما النجوم اللي بتكون نجوم بارزه زي ام كلثوم، زي عبد الحليم، زي عادل امام، زي كتير من النجوم، في زي احمد زويل، في جميع المجالات، ده ما بيكونش ملك لبلده خلاص. لما بيوصل لمرحله زي دي بيبقى ملك للعرب كلهم بشكل عام. هيرفي رينار طبعا اعرفه شخصيا، يعني لان هو صديق جدا وانسان محترم وانسان جميل وانسان متواضع جدا، وحتى هو مره بيتكلم معايا بقول له يعني البطوله افريقيا اللي جايه، فقال لي بكل تواضع، قال لي انا نفسي ان انا احقق 3 بطولات افريقيا زي حسن شحاته. يعني فالحقيقه هو شخص جميل الحقيقه، وانا شايف ان هو مكسب كبير للكره المغربيه او المنتخب المغربي، زي ما المنتخب المغربي اضاف لي، لان هو قدر يكسب بطولات افريقيا مع فرق طبعا اكيد كان اقواها كان كوتيفوار، انما قدر يكسب بزامبيا. انما انا شايف ان كمان وجود المنتخب المغربي ده اضافه كبيره، طبعا زي اياش ومرابط وكل اللعيبه الحقيقه انا بحبهم جدا كلاعبين، يمكن ما فيش علاقه شخصيه زي اللعيبه الجيلنا زي بصير ومصطفى حجي وشيبو وكتير من اللعيبه، نور الدين نايبت، انما اكيد كلهم لعيبه احنا فخورين بيهم دايما. مصطفى محظوظ جدا عليا الحقيقه دايما في مباراه المغرب، يعني سواء كان في الرباط، في مباراه الرباط كنا في تصفيات كاس العالم، قدر ان هو الوحيد اللي احرز هدف، واكيد الهدف اللي من احلى الاهداف اللي دخلت مرمى واحلى الاهداف اللي شفتها الحقيقه، الهدف في بطوله افريقيا. انما مصطفى حجي مش مجرد هدف، مصطفى حجي لاعب كبير جدا يعني، ولما يعني بنتفرج عليه او بتفرج عليه ولما لعبنا مع بعض، فهو لاعب كبير يعني، ما اقدرش ان انا اختصر مصطفى حجي في هدف او هدفين، انما كمان على المستوى الشخصي هو انسان جميل الحقيقه، وانا بتمنى له كل التوفيق مع المنتخب المغربي، يكون ان شاء الله يعني
مشروع مدرب كبير، وان يكون لي فرصة في قيادة المنتخب المغربي في المستقبل ان شاء الله. اكيد الكره المغربيه دايما بتابعها ودايما متواجد في المغرب، وبكون دايما مبسوط بوجودي في المغرب. اكتر الدربيات ما بين الوداد والرجاء دايما بكون بحب اكون موجود فيها، بستمتع بالجماهير وبالتشجيع اللي يعتبر يعني افضل تشجيع بشوف في الوطن العربي، افضل جماهير في الوطن العربي بتساند فرقها. احنا بنكون مبسوطين دايما ان احنا بنكون بنلعب في المغرب، وفي نفس الوقت كمان لما بتفرج على مباريات الوداد والرجاء بشكل عام بكون مبسوط قوي بالمستوى، مستوى الجماهير ومستوى الفريقين. يعني انا شايف ان الفرق مرشحه مصر والمغرب والجزائر والسنغال. يمكن مصر ممكن تقابل السنغال، ممكن لا المغرب هتقابل السنغال ومصر هتقابل الجزائر. انا شايف ان ده الفريقين اللي هيكسبوا هم الفريقين طبعا اللي هيصعدوا للنهائي، انما انا شايف الاقرب للتتويج البطوله المغرب ومصر.